سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نجيب فيه عن تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا، صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. يا أهلا وسهلا بكم. شيخنا، قبل أن نبدأ ونشرح في الحديث عن الأسئلة، غدا بإذن الله يكون يوم العيد، وشرع الله سبحانه وتعالى فيه بعض العبادات من أبرزها أو أهمها التي يبتدئ بها المسلم يوم العيد هي صلاة العيد. نمر عليها مرورا سريعا، نبدأ بقضية حكمها والحكمة منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فانتهز هذه الفرصة لأهنئ الشعب الليبي بأكمله في هذا العيد المبارك، رجيا من الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى جميع المسلمين بالخير والبركة. بالنسبة لصلاة العيد، هي سنة مؤكدة، وجاء اسمها يعني من العود، من التكرار، كان يعني نوع من التفاؤل بأنها تعود في أكثر من مرة في العام، ويعني ولكنهم تحاشوا مسألة الواو في مسألة الجمع، سموها أعياد ولم يقولوا أعواد، مع أنها واوية. نعم. من العود. نعم. على كل حال، والعيد في الإسلام عيدان، عيد الفطر وهي نهاية رمضان أول شوال، وعيد الأضحى وهي العاشر من شهر ذي الحجة. بالنسبة للعيد، حكمها، حكم صلاة العيد، هي سنة مؤكدة. وتأتي في الترتيب على رأي الفقهاء بعد صلاة الوتر. الوتر هي أهم آكد السنن. آكد السنن، نعم. ثم تأتي بعد ذلك العيدين. فهي سنة مؤكدة. نعم. طيب، الحكمة شيخنا من مثل هذه أو من هذه الصلاة التي يصليها المسلمون في يوم عيدهم؟ هو الإسلام حريص على أن يتعرف الناس بعضهم على بعض، ويتفقد بعضهم بعضا، ولذلك عمل أشياء يوميا، وهي الصلوات الخمس لمن كان قادرا عليها وليس له ما يشغله عنها. ثم هذا يوميا خمس مرات، هذا الأصل. ثم بعد ذلك عندنا صلاة الجمعة، وهي يوم في الأسبوع، يعني كل سبعة أيام تتكرر. ثم بعد ذلك تأتي قضية العيدين مرتين في السنة. وأخيرا تأتي قضية الحج في عرفة، حيث يجتمع الناس من كافة الأقطار، فيتفقد بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا، ويساند بعضهم بعضا، فينصف المظلوم إلى آخره. نعم. نعم. طيب شيخنا، الوقت الذي تشرع فيه هذه الصلاة؟ هي بالنسبة لصلاة العيد تشرع على رأي المالكية والحنابلة عند حلول النافلة، أي عندما ترتفع الشمس في الصباح غدا إن شاء الله، ترتفع قدر رمح، عندئذ يحل أو تحل النوافل بصورة عامة والسنن تتبعها، فيمكن أن تصلى العيد. نعم.
وعندهم يمكن أن تصلى بين الشروق وهذا القدر لكن مع الكراهة، لأن الشافعي رحمة الله عليه وعلى أئمة المسلمين يرى أن الصلاة تجوز من طلوع الشمس غدا، ويستمر على رأي الجميع إلى الزوال، لكن الشافعي يمدده إلى الغروب. نعم نعم. طيب شيخنا، قضية صفة هذه الصلاة، لأنها كما ذكرتم في الحلقة الماضية تميزت بصفة وهيئة ليست عليها الصلوات الأخرى، فأبرز هذه الصفات التي تميزت بها هذه الصلاة. نعم، بالنسبة لصلاة العيد تتميز بقضية التكبير، فيعني شرع المولى عز وجل للمسلمين فيها التكبير، والتكبير مسألة مهمة بصورة عامة، ولذلك أعطاها خاصية معينة مميزة، فيعني يبتدئ الإمام فيها صلاة العيد على رأي المالكية بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، أو بتكبيرة الإحرام، ستة من غير تكبيرة الإحرام، ثم في الركعة الثانية قبل أن يبتدئ القراءة، ثم في الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، فستة بتكبيرة القيام، ثم يبتدئ القراءة بعد ذلك. هذه مسألة فيها خلاف بين بعض الأئمة. الإمام الشافعي يرى أن الركعة الأولى يعني يكبر فيها الإمام ثمان تكبيرات، ولذلك يتحدث الفقهاء المالكية على أن المالكي إذا صلى وراء شافعي لا يكبر الثامنة. نعم. وإذا صلى وراء الأحناف، وراء حنفي، الأحناف عندهم بالنسبة للركعة الأولى كالمالكية، والركعة الثانية يكبرون ثلاث تكبيرات بعد القراءة، يقرأ أولا ثم بعد ذلك يكبر ثلاث تكبيرات. قالوا إذا أما حنفيون المالكية، فالمالكي هذا يجب ألا يفعل كذلك، بل بمجرد قيام الإمام الحنفي يأتي بالتكبيرات الخمسة. نعم، ولا حرج عليه. نعم نعم. طيب، هذه أبرز الصفات أو الهيئة التي تتعلق بها الصلاة. ذكرتم سبع تكبيرات في الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام، وستة في الثانية بتكبيرة القيام، هكذا. نعم. هذا أبرز ما يميز هذه الصلاة. هذا ما أبرز، ونص العلماء على أنه يستحب فيها قراءة معينة، ويسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. يعني يقرأ هذه ولا هذه؟ نعم، هذه. نعم، يعني إذا قرأ الأعلى يستحب له أن يقرأ في الثانية الغاشية، وإن قرأ الشمس وضحاها يقرأ في الثانية، يقرأ الليل إذا يغشى. نعم تماما. طيب، قضية الخطبة التي تلي هذه الصلاة، هل هي من أركان هذه الصلاة، ومندوبات هذه الصلاة عموما والخطبة أيضا؟ هي هذه فيها خلاف. نعم، بعض العلماء يرون أنها كخطبة الجمعة، أولا خطبتين، ويندب أن يجلس في أولها وفي وسطها كخطبة الجمعة تماما. وبالنسبة لحكمها يرى بعض الناس أنها يعني واجبة كذلك، فيعني وبعض الناس يرى أنها مندوبة، فهذا الفرق بين الجمعة وغيرها. بعد ذلك أن مسألة التوجه نحوها من قبل المامومين، أما الجمعة فأكثر العلماء على أنه يجب أن يتوجه نحو الإمام المأموم. وفي العيد بعضهم يطبق نفس الحكم على خطبة العيدين، بينما البعض الآخر يرى أنها سنة أو مندوبة. وهذه هي مسألة مهمة، لأن الحكم الشرعي مهم، من يرى أنها واجبة يجب أن يلتفت نحوه. ومعروف الخلاف بين العلماء في قضية هل من جلس في الصف الأول
يجب عليه كذلك أن يتوجه ناحية الإمام أو لا؟ نعم في الجمعة نعم، وفي العيد في درجة أقل. نعم يعني من قالوا بوجوب هذه الخطبة قالوا يجب أن يلتفت إلى الإمام وينظر إليه حتى ولو كان في الصف الأول. نعم نعم. طيب شيخنا، مندوبات هذه الصلاة ومندوبات هذا اليوم عموما؟ هو اليوم هذا كما ذكرنا يوم عيد، ولذلك يندب فيه التزين ولبس الجديد لمن استطاع ذلك، وفي الجمعة يندب لبس البياض ولو كان قديما يغسل ويلبس، لكن العيد من استطاع أن يلبس الجديد فليفعل، لأنه يوم فرح وسرور. ثم بعد ذلك يحرم الصيام في هذا اليوم، لأن هذا يوم أكل وشرب، نعم، وفرح للمسلمين بأن انتهى صيامهم. نعم، ويعني يكثرون من التكبير والدعاء أن يتقبل الله منهم الصيام والقيام، لأن الصيام أجره كبير بحيث لا حدود له. نعم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام أو شهر الصيام يسموه شهر الصبر. نعم، لأن فعلا الإنسان يصبر على عدم الأكل والشرب. نعم، إلى آخره. نعم نعم. طيب شيخ، نستأذنك في أخذ هذا الاتصال ومن ثم نواصل إن شاء الله. الأخ إسماعيل من زليتن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ سمح لك، تحياتي بيك. حياك الله وبارك الله فيك أخ إسماعيل، تفضل. يا شيخ ونسألك، أني الزكاة عندي قطعة طرد 500 متر، شنو أنصح الزكاة في السنة؟ قطعة أرض أنت تتاجر فيها والله موجودة هكذا خلاص؟ لا، موجودة هكذا وخلاص. طيب جاوبك الشيخ بإذن الله تعالى. شكرا بارك الله فيك، برنامج الطيب. وإياكم، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. طيب شيخنا، إن بقي شيء تودون التنبيه عليه في قضية العيد والصلاة عموما قبل أن نجيب؟ نعم نعم، يندب أن يخرج المصلون إلى المصلى، لأن هي صلاة العيد يندب فعلها في غير المسجد إلا المسجد الحرام. أما حتى في المسجد النبوي يخرجون إلى الصحراء، وهذا مندوب، لكن إن صلوها في المسجد فلا بأس إن شاء الله، إلا إذا كان هناك أمطار أو شيء من القبيل مما يمنع وجودهم في الصحراء، فهذا نعم يترتب وجوب صلاتها في المسجد. نعم. ثم بعد ذلك يتحدث الفقهاء عن مسألة الذهاب إلى المصلى، يعني بقدر الوسع، لأن المنزل بعيد عن المصلى يجب أن يخرج مبكرا من منزله ولو كان حتى في النص السدس الأخير من الليل. ومن كان بجانب المسجد لا بأس عليه أن يأتي متأخرا ويصعد أو يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر، ويندب الصدقة في كلا الطريقين. نعم نعم. قضية قبل أن نأخذ الاتصال، قضية قضاء الصلاة إذا فاتت، صلاة العيد إذا فاتت في المساجد، هل يصليها لوحده وتعتبر يعني أدى السنة التي الواردة؟ نعم، لكن درجتها عند فقهاء المالكية أقل من السنة، بل هو مندوب. من فاتته يندب له أن يعيد الصلاة. نعم، إلى الظهر. إلى الظهر. نعم، إلى الزوال تماما. طيب معنا اتصال أخ عياد من ترهون، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، كيف حالك؟ مرحبتين بك، تفضل يا أخ عياد. بارك الله فيك، نحييكم، نحيي العلامة أبو فارس، الله يسلمك، برنامج الطيب. بارك الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، حبوه في الله والله. أحبك الله، بارك الله فيك، سلمك. فالسؤال الأول يعني هو نبي هل فيه مشكلة أني نقول مثلا يعني ناخذ يعني فتوى من حنبلي او مالكي او شافعي او كذا، لازم اكون انني مالكي او اكون شافعي او انني ناخذ باي من المذاهب؟ هذه واحده. طيب الثاني يعني النصح نبه يعني من المنبر هذه يوجهها العلامه المعارف للمنابر، لان المنابر هذه جوفاء من الميراث، جوفاء من الأرحام، جوفاء من التبرج، يعني القصد يعني
ما يتكلموش لا عليه الميراث ولا يركزوا عليه ولا واضح يركزوا على التصالح ولا يركزوا على التبرج اللي تكثر في الإذاعات اللي باحترامي إلى محطتكم الرائعة وفي الشارع وفي الأسواق وفي بارك الله فيكم بارك الله فيك جزاك الله خيرا إن شاء الله يوجه الشيخ كلمة في إن شاء الله نهاية هذه الحلقة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. طيب شيخنا ذكرتم أنها تقضى لكن أجرها أقل يكون وقضاءها يستمر إلى اليوم الأول إلى صلاة الظهر إلى وقت صلاة الظهر هو ذاك نعم أخي ننبه مسألة أخرى يتحدث عنها الفقهاء وهي مسألة كما ذكرنا يذهب الناس إلى المصلى وأثناء الذهاب لما يكون فرادى يستحب أن يكبروا يعني مش بصوت عالي يكبرون في الطريق إلى أن يصلوا بينما عندما يصلون إلى المصلى يكبرون جماعة وقد سنة سنة حسنة ومن سنة سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص من أجورهم شيئا. الشيخ القابسي التونسي في القيروان هو والشيخ هو زميله وفي نفس الوقت كانوا موجودين تدور عليهم الفتوى كانوا يذهبون إلى المصلى ينقسم الناس قسمين يعني يكبرون يكبر هذه الفرقة ثم تسكت وتكبر الفرقة التي تقابلها فسئل عنها هذان الشيخان قالوا هذا حسن استحسنوا ذلك وجرت به العادة إلى يومنا هذا عند كثير من الناس أما في ليبيا فهذه دائما هذه سنة نعم بارك الله فيكم شيخنا قضية الزيارات في يوم العيد وصلة الأرحام وكذا هل يتأكد ندبها هل ورد فيها شيء في هذا الخصوص لا شك في ذلك نعم يتأكد هذا الأمر يوم العيد لأن يوم العيد يوم فرح سرور وسرور خاصة لكل شخص وإدخال السرور عن غيره على غيره ولذلك يندبون عن الزيارات وتبادل الهدايا نعم بدون إسراف بطبيعة الحال فنعم هذه بمناسبة العيد نعم التهنئة الواردة أو الألفاظ الواردة في تهنئة الناس بعضهم لبعض بقضية العيد والله هي ليس شيئا مقررا ولكن العلماء يعني قالوا الألفاظ كلها قريبة من بعضها عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم وتقبل الله الصيام والقيام كل ذلك جائز نعم لا أشكال فيه نعم بارك الله فيكم شيخنا بقي شيء ولا ننتقل لبعض الأسئلة التي وردت إلينا لا أعرف هل تركنا شيئا أو لا طيب لو ترك نعم لو تركنا شيئا نرجع له إن شاء الله في أثناء الحلقة طيب شيخنا بعض الأسئلة التي جاءت إلينا أحد الإخوة يسأل عن امرأة تعالج من السرطان ويعني مستحقة للأموال هل يجوز أن تعطى من زكاة الفطر يعني تعالج في الخارج أم لا يجوز إذا كانت فقيرة ليس عندها ما تعالج به نعم نعم فإنقاذ النفس ضرورية نعم نعم طيب أحد الإخوة يسأل عن قضية إسقاط الدين نظير الزكاة يعني يسقط دينه عن غارمه ويحسبها من أموال الزكاة هذه المسألة تعتمد على هل هو يعني هذا غريمة هل هو سيرجع إليه هذه الأموال سيرجعها إليه معنى يدفعها إليه من جديد أو لا كأنه يعني ترى كأنه رتب على ذلك الدين رجع إليه بسبب الزكاة قالوا هذه لا تصلح لكن إذا كان نعم يعرف أنه يعني لا يحتاج إلى هذه الأموال الآن وعند متسع نعم لصاحبه يعني ينتظره إلى ما شاء الله فلا بأس أن يعطيه من زكاة وقيام بعض الناس يعني إذا كان الدين غير ميؤوس منه يعني بعض نعم بعض الفقهاء قالوا إذا كان الدين يعني ميؤوسا منه معناه أن الدائن إذا لم تحسب الزكاة على صاحبه لن يدفع شيئا قالوا هذا نحن نقول له ادفع نعم
يعني بعض الفقهاء قالوا في الحالتين يدفع له، يعني يدفع، نعم. وبعضهم لا فصل، خصوصا إذا كان ميؤوسا منه لا سوف لن يدفع عائدة، لم يحسب هذه الحساب أو هذا الحساب، لن يدفع هذا الدين، فهذه الزكاة عفوا، فقالوا نقول له ادفع، نعم، واحسبها على صاحبك طالما هي ماشية ماشية، نعم، أحسن تحسب، نعم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. معنا اتصال أخ بدر من ترهون. السلام عليكم. السلام عليكم أخ بدر. انقطع الاتصال. طيب، يعيد من الاتصال إن شاء الله. طيب شيخنا، أحد الإخوة يسأل يقول والده كبير في السن ومصاب بالرعاش، وكان يذهب إلى المسجد في كل وقت، ولكن بعد أن اشتد به المرض ترك المسجد. السؤال، هل أجر صلاة الجماعة، هذا السؤال الأول، هل أجر صلاة الجماعة يكتب له في هذه الحالة، يعني منعه من المسجد المرض؟ نعم، هذا تكلمنا عليها هذه أكثر من مرة، وقلنا أن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس أن من كان يقوم بعبادة معينة وهو صحيح ثم حبسه المرض أو العذر، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بكتابة أجره كما لو كان صحيحا. نعم. طيب، سؤال الثاني يقول هو بعد إصابته بالرعاش أصبح لسانه يعني يثقل في الكلام، وقراءته للقرآن غير واضحة، ويشتكي أنه لا يستطيع يعني يقرأ سورة الفاتحة بصعوبة، ويخشى من أن الله لا يقبل قراءته للقرآن وصلاته باعتبار أنه يخطئ في سورة الفاتحة. لا لا لا، هذا تفكير خاطئ وفهم خاطئ، سامحني الرجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل به ذلك، وهو الذي فرض عليه الصلاة والقراءة، وبالتالي لا، هذه قضية، نعم، يقرأ بحسب استطاعته ولا حرج عليه. نعم نعم، بارك الله فيكم شيخنا. معنا اتصال أخت أحلام. السلام عليكم. وعليكم السلام، جزاك الله عنا كل خير. وجزاكم الله، بارك الله فيك. طيبين إن شاء الله. وأنت طيبة، بارك الله فيك. قبل الله منا ومنكم إن شاء الله. آمين أجمعين إن شاء الله. سؤالي، هل يجوز إخراج زكاة الفطر تطوعا يعني على العيلة بالكامل؟ طيب، يجاوبك الشيخ إن شاء الله. بمعنى أن أمي تبي تطلع لأخوي وعلى مرته وعلى الصغار وعلى كذا، يعني تطوعا منها. طيب، يجاوبك بإذن الله الشيخ، بارك الله فيك. بارك الله فيك. وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيكم. طيب شيخنا، نذهب إلى فاصل ومن ثم نواصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. كل عام وانتم بخير والعقبة الداير إن شاء الله، من العايدين فايزين. انتظروني أنا أسامة الزياني برفقة حنين محمد في سهرة العيد على شاشة ليبيا الأحرار، والعيد لمتنا، وكل سنة وانتم طيبين. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. شيخنا، نواصل الإجابة عن الأسئلة. الأخ محمد يسأل عن حكم جمع زكاة الفطر من أكثر من عائلة وإعطائها لعائلة واحدة محتاجة. نعم، ممكن ذلك، نعم، لا إشكال فيه، يجوز إعطاء عدة فطرات لشخص واحد، ويجوز تفرقة الزكاة الواحدة على عدة عائلات، كل ذلك ممكن، نعم، لا حرج فيه. نعم نعم. طيب، معنا اتصال أخ بدر من ترهون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نهارك طيب. نهارك طيب، مرحبتين بك. نعم، بخير إن شاء الله. وأنت بخير، بارك الله فيك إن شاء الله. يسلمك، نشكرك على البرنامج الشيخ حمزة أبو فارس إن شاء الله. الله يسلمك، بارك الله فيك أخ بدر. كان عندي شوي نبي الشيخ حمزة بالله يفتيلي فيه، عندي ستاي صايمة فهي. لو تعيد سن كبيرة شوية. والدتك جداك؟ أمي. إيه طيب. تمام، تصيم لكن بعد العصر تطلب تبي تفطر. إيه على إفطار، ولهذا مع هيك ماخذ شوية مرات عندها تخلف ذاكرة شوية، لكن الفطر فحة، هل هو زائد أم غير زائد؟ يعني هي بس الإفطار، هي تطلب الإفطار وكذا بسبب تعب، والله هي عندها مشكلة بسبب
بسبب تعب ونفس الوقت عندها الذاكره نتاعها تمشي وتجيها. طيب يجاوبك الشيخ ان شاء الله باذن الله تعالى. باذن الله ان شاء الله. انتم طيبين. بارك الله فيكم. انت طيب ان شاء الله. بارك الله فيكم. طيب شيخنا الاخ مالك يسال عن حكم النساء اللواتي يطبخن في رمضان واحيانا يعني يكون ما فيش فرصه فيجمع عن الظهر والعصر وتصليهم قضاء او يعني تؤخرهن تؤخر الصلوات احيانا. النساء نعم بسبب الانشغال يعني بسبب الانشغال بالطبخ قال. لا هذا خطا كبير جدا. الصلاه اهم من الطبخ. هذه قضيه يعني لا يشك فيها مسلم. ولذلك يستغفرنا الله سبحانه وتعالى وإذا فاتها نهائيا يقضينا هذه الصلاة ويكثرنا من الاستغفار. نعم. ولقضية الأكل ليس مهما كالصلاة. الصلاة لا يجوز أن يفوت وقتها. نعم. وبعدين يعني لو كان الأكل بسيط ما يأخذش هذا الوقت اللي يؤثر على الصلوات يعني. نوعا في المسائل أكثر من اللازم. نعم. ولذلك يفقدنا الصلاة في بعض الأحيان. نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال أخ خالد من طرابلس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ مرحبتين بك أخ خالد تفضل. بنسألك في واحد هيك متجوز ومتطلق وهو حاليا سجين وعنده زوج أولاد يطلع الزكاة؟ مطلق وعنده زوج أولاد. إيه يطلعوا عليه أولاد الزكاة ولا هو يطلعها؟ هو سجين ها؟ إيه هو محبوس. طيب مع العلم هو مع العلم انه هو ما عندهش مرتب لكن حالته به مقدور عليه. طيب يجاوبك الشيخ باذن الله تعالى. هو عنده اموال يتصرف فيهن اولاده او احد موكله هو يتصرف في امواله. اي عنده اموال يصرف فيها اولاده واخواته عنده. اي واضح. يجاوبك الشيخ باذن الله تعالى. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. طيب شيخنا الأخت أم سارة تسأل عن سؤال مهم يسأل كثيرا في بداية شوال، قضية النية وشوال صيام ست شوال مع قضاء دين رمضان الجمع بينهما. هذه المسألة أما ما كتبه فقهاؤنا المالكية فيرون جواز ذلك، لكن كما ذكرنا الدكتور فاتح زقلام عمل بحثا علميا. نعم فيعني توصل فيه لأنه لا يجوز أن يجمع بينهما. فالأحوط هو إفراد كل بصيام خاص. نعم يعني المقرر في المذهب المالكي أنه يجوز ذلك. نعم. لكن الشيخ رأى أنه لا يجوز وفق قواعد المذهب يعني. نعم ما خرجش من المذهب. سبحان الله. بارك الله فيكم. طيب شيخنا الأخ إسماعيل من الزيتين يقول عنده قطعة أرض 500 متر هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ أما أنت فعلت حسنا فسألته عن قضية هل هي للتجارة أو للقنية؟ قال لا ليس للتجارة. إذن طالما هي للقنية لا زكاة على الأرض أبدا. وإنما الزكاة فيما يخرج منها من حبوب وغيرها. أما الأرض نفسها لا زكاة عليها. نعم أبدا. نعم. طيب معنا اتصال الأخ جمال من مصراتة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ. مرحبتين بك تفضل أخ جمال. يا شيخ بنفسك أنا قصدي عندي زكاة الفطرة دي. هل هي قصدي عادي نطلعها مال ولا قصدي ولا ضروري نطلعها قصدي كاش؟ هي أنا قبل الأيام اللي فاتت سألت شيخ قال لي هو مش شيخ لكن نبعت به يعني قصدي راجل دين فهمت. نعم. قال لي لا قصدي احنا ديما نصدقوا بمال واحد نصدقوا بمال ضروري شنو نعطوهم صدقه يعني افطار صدقه كام. انت يا اخ جمال اللي تراه انت يعني اقرب الى مصلحه الفقير ماذا يعني؟ ما للناس اللي تعطيهم يعني لو انت نزكي عليه ما نعلمش بحالته قصدي هو مال ولا كان. طيب جاوبك هو الشيخ نحن تحدثنا عن المسألة قضية القيمة في زكاة الفطر كثيرا والشيخ قال الراجح حسب حالة الفقير أو حالة من تعطيه هذا الطعام لكن أيضا قال أنه هو القيمة مجزئة يعني لو أعطيته قيمة تجزئ عنك إن شاء الله. تمام يعني حتى انا اعطيته فلوس عادي يعني هو يقدر ينظم اموره بها يعني. والله يا شيخ صحيح الكلام اللي نعم نعم قال لك حتى فلوس عادي الشيخ. نعم تمام ماشي بارك الله وفيكم. بارك الله. طيب الاخت او الاخ عياد من ترهون يقول هل
فيه مشكلة أن شخص يكون مالكي ويأخذ يعني يسأل فقيه شافعي ويفتيه ويذهب بفتواه، أو شافعي يسأل مالكي أو مالكي يسأل حنبلي، وهل ينبغي للإنسان أنه يعني يتمذهب يكون على مذهب واحد ويسأل شيخ واحد في نفس المذهب، أم هو يأخذ برأي مفتيه؟ يعني هذه المسألة يعني هي متنوعة وجوابها كذلك متنوع. يعني إذا كان هو الرجل العامي لا يعني لا يفهم هذه الأمور فسوف يسأل أقرب الناس إليه، يعني من الناس اللي يشار إليهم بأنهم يفتون وأنهم متعلمون، مش أي واحد تلاقيه يفشر بطبيعة الحال، هذه ما يقول بها أحد. فإذا يعني هذا بالنسبة لمن كان في منطقة فهو مضطر أن يسأل علماءها، ولا يجوز له أن يسأله هل أنت مالكي والله شافعي والله حنبلي والله حنفي، لا بل نعم بل يأخذ الجواب فيطبقه. أما إذا كان هو يعني البلد متنوع وفيها مفتون كثيرون فهذا نعم له الخيار في قضية الذهاب إلى المفتي الفلاني، لكن دائما عندنا شرطين للمستفتي، لابد أن يذهب إلى من يثق في علمه وفي ورعه، حاجتين. نعم، لأن لما عندهش علم هذا لا يستطيع أن يفتيك، ولما عندهش ورع قد يفتيك بأي شيء، ولذلك لابد من هذين الشرطين. نعم نعم. طيب الثاني يعني يريد منكم توجيه كلمة لقضية الخطباء الجمع والأعياد وكذا، يقول إن هم الخطباء كثير منهم في واد والمجتمع والأمراض المجتمع وما يعانون منه، يقول مثلا لا يتكلمون عن قضية التبرج، عن قضية المشاكل اللي سيرة في البلد، المشاحنات اللي تصير بين الناس ومثل ذلك، فيطلب منكم يعني توجيه كلمة للناس اللي يتصدروا هذه المنابر ويصعدون عليها. هو إذا كان هدهم يستمعون الكلام يعني لا إشكال معهم، وإذا كانوا هم يوجهون من الخارج فهذا لا يفيد فيه كلامنا، فماذا ستقول لهم؟ إذا كان هم يتلقون التوجيهات من خارج البلد فهؤلاء لا يستمعون إلينا ولا يأخذون برأينا. لكن على كل حال نقول فليتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أن العالم كله بسرعة في حال التغير، فما تستند إلى أشياء أنت ربما صاحبها يغيرها غدا، فلذلك لازم تنتبه لها المسألة هذه. نعم. قاعدة هذه نراها عيانا اليوم طبعا كل شيء. هذه قضية واضحة يعني على مر التاريخ هكذا يعني ليست خاصة بنا، ولذلك يتقوا الله سبحانه وتعالى ويخطبون حسب الواقع الموجود في المجتمع حتى يثيبهم الله سبحانه وتعالى على خطبتهم، لأن الخطبة مهمة جدا. هذاك الإنجليزي المعروف في العراق زمان قال لو سلمت لي الخطبة في بغداد نعم لما احتجت إلى جيش. سبحان الله. نعم إيه معروف الخطبة، لأن هي فيها رسالة نعم. إذا انتشرت في المجتمع تؤدي إلى تغييره إلى الأفضل. نعم. بقائنا موالي. بارك الله فيكم. شيخنا معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عمر من طرابلس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخ عمر. نحييكم نحيي الشيخ ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم. اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيك. السؤال الأول للشيخ بخصوص زكاة الفطر. نعرف احنا أن زكاة الفطر فيها خلاف طعام ويجوز إخراجها نقدا ولا طعام. ونعرف أن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخرجتش، لم يثبت أن الرسول طلعها أو أمر بإخراجها نقودا. اللهم صل وسلم. فلماذا نحن مثلا ما نطلعوهاش طعام، باعتبار أن تو بالنسبة لوقت نحن تو في الفترة هذه نشهد غلاء في المعيشة وغلاء في المواد الغذائية، والناس غالبة في أن هي تأخذ القوت مش القوت يعني الغذائية كلها بصفة عامة. نشهد غلاء فاحش في البلاد. لماذا أن ما نعطوهاش طعام؟ وبالنسبة مثلا مش نصيبوا السمنة
وباعتبار ان احنا مالكيه ومع المذهب المالكي ومذهب الامام مالك ما اجاز اخراجها نقدا ونخرجوها مثل الامام مالك على مذهبنا وعلى سنه نصيب السنه وناتوا بعدين الى من يحتاج الى نقود مرض او كسوه عيد او كذا نعطوهم من زكاه ثانيه، زكاه اموالنا، زكاه نعم. تجارتنا، زكاه الذهب، زكاه باقي الزكاه نعم. او نعطوه صدقه، لكن هي مقدارها بسيط يعني 7 دينار 7 دينار ونص على الفرد. فيعني لو اعطيت انا 7 دينار ونص مش حيث لا تكفيه ولا تداويه، ولكن ممكن تطعمه، ممكن يشري بها رز وطماطم ورز وقوت اهل البلد مثل رز ومكرونه ولا كذا ياكل بها هو صغاره يطلع الغلاء. المكرونه مش موجوده في الاصناف يا اخ عمر. لا شعيري سيدي شعير يعني نعم. بنزين وخبز. طيب بارك الله فيك، واضحه فكرتك يعني اخ عمر. نعطيه تمر ياكل لان جزاك الله خيرا، والله فكرتك واضحه وجميله وانا سانقلها للشيخ ويعقب عليها باذن الله. سؤالك الثاني. السؤال الثاني بالنسبه هو حتى هو بالنسبه للفتوى يعني لماذا دائما الشيوخ في بلادنا ان احنا نقولوا احنا يوم على مذهب المالكيه على مذهب المالكي على مذهب الامام مالك وكلنا ناخذ في الفتوى جميع الفتاوي الامام مالك اما عدا زكاه الفطر. أخ 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 عمر أخ عمر نحن في منذ 3 أو 4 حلقات الشيخ تحدث وقضينا حلقة تحدثنا فيها عن زكاة الفطر وبين رأي علماء المالكية فيها، وهذه القضية التي ذكرتها أن نحن يعني نخالف المذهب في إخراجها قيمة. وبارك الله فيك، يعني وجهة نظرك محترمة جدا وإن شاء الله يعقب عليها الشيخ. بارك الله فيكم أخ عمر. شكرا شكرا وإياكم. طيب شيخنا الأخت أحلام تسأل هل يجوز إخراج زكاة الفطر تطوعا عن الأهل؟ قالت أمها دي بتطلعها عن إخوتها وأخواتها وكذا. نعم نعم يجوز ذلك. نعم. أخ بدر من ترهونة يقول جدته لأمه تصوم بس بعد العصر مرات تقول لهم أعطوها أعطوني إفطار بسبب التعب وأحيانا بسبب ضعف الذاكرة يعني تنسى الصيام وكذا، فيسأل عن حكم ذلك. إذا كان الذاكرة ضعيفة هذه يعني ليس واجبا عليها الصيام، وبالتالي يجوز إعطاؤها أن تأكل. نعم ما تأكل. نعم نعم. الأخ خالد من طرابلس يقول هو واحد من من يسأل عنه، متزوج وطلق زوجته وعنده ابنان وهو سجين، هل يجب على أبنائه أو الوصي الموكل عن التصرف في أمواله، قال هو عنده أموال، يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر أم لا؟ نعم يجب أن يخرج عنه، هم غير بالغين يبدو. مش واضح في سؤاله، لكن هو قال عنده أموال وعنده أبناء يعني صرفوا في أمواله، هل يجب عليهم أن يخرجوا عنه زكاة الفطر؟ إذا كان هو الأولاد ما كانوا بالغين يجوز نعم أن يخرج الزكاة عن أبيهم وعنهم، وأما إذا كانوا قصر فلا يجب عليهم، وإنما على الوصي أن يخرج عن هذا الرجل المسجون ويخرج عن بنيه كذلك. نعم نعم. الأخ عمر من طرابلس يسأل عن قضية زكاة الفطر، قال ما دام هي فيها خلاف في إخراجها زكاة يعني قيمة أو طعاما، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها من غير الأصناف التي ذكرها الحديث، فلماذا لا تخرج من ذلك خاصة أن قيمتها ضعيفة والفقير استفادته منها استفادة بسيطة، لو أعطيته 7 دينار وكذا شن يدير بهن. والسؤال الثاني يقول يعني هذا قال في سؤال الأول نحن حينها نوافق السنة ونوافق مذهب البلد، وسؤال الثاني يقول لي لماذا نأخذ دائما بمذهب الإمام مالك إلا في زكاة الفطر قيمة نخرجها على غير مذهبه؟ لا هو نحن نأخذ بمذهب الإمام مالك في كل الحاجات، لكن ليس معنى ذلك أن لا نخرج عنه أبدا. فيعني قضية واحد سألنا واعترض على قضية 6 من شوال صيام 6 من شوال عند الإمام مالك، ليس ضروري حكاية صيامها 6 من شوال، قال وإنما ذكرت هكذا 6 من شوال لأنها أنسب للصائم لأن ما زال واخذ عليه، وإنما يستحبها المالكية على رأي إمامهم في العشر الأول من ذي الحجة أحسن يعني عنده. هذه واحدة. ثانيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج أو لم يخرج عفوا نقدا، صحيح هذا، ولكن الظروف غير ظروف الآن. احنا قلنا له
مسألة الحجاز وهم متشبتون بقضية السنة لا يشك أحد في ذلك، يعطون أرزا ويعطوا الأرز والأرز الفقير يأخذ مباشرة ويدفع للدكان فيأخذه صاحب الدكان بنصف ثمن، هذه أحسن، هذه استفادة الفقير، لا يقول بها أحد هذه. ثم بعد ذلك أناس كثيرون من الفقهاء قالوا بالنقد، منهم البخاري، البخاري لو هو نقول ما يعرفش، ما 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 تجيش هذه المسألة. نعم، يعني النظر أيضا إلى مقصد هذا الحديث ومقصد هذه الزكاة اللي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. وقضية المذهب المالكي، قال ليش يعني تفتون بالمذهب المالكي في كل شيء إلا في زكاة الفطر؟ هل المذهب المالكي فيه اتفاق على أن زكاة الفطر يعني لا تجزئ قيمة؟ لا بالعكس، احنا حكينا على الصاوي رحمة الله عليه حيث قال إنها أولى. نعم، لأن الفقير يستفيد منها أكثر من استفادته إذا أعطيته طعاما، ذكر ذلك الشيخ الصاوي في حاشيته على قلب مسالك. نعم نعم، بارك الله فيكم شيخنا. معنا اتصال الأخ عبد الرزاق، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخ عبد الرزاق. مرحبتين بك، الحمد لله وأنت طيب بإذن الله، بارك الله فيك. عبد الرزاق من منطقة الشرة الوحاد. عبد الرزاق منطقة شخرة الوحاد، مرحلة طيب من شخرة، تفضل يا أخ عبد الرزاق. والله نسأل الشيخ رب يطول في عمره في أبوي، عندي أبوي مرض يوم 14 رمضان وكان يا ريت توطي صوت التلفزيون لو سمحت يا أخ عبد الرزاق. بنحب نسأل الشيخ بس رب يطول في عمره إن شاء الله، في عندي والد مرض يوم 14 رمضان وكان هو الدكتور قال له ما تشيمش هو وصام وصار هكي حاجة خفيفة في مرض يعني تعب كثير وفطار يعني شنو شجي عليه يعني ولا شنو. طيب هو يعني المرض هذا يعني مرحلة بسيطة وبعدين حيستعيد عافيته إن شاء الله. هو كبير في السن، ممكن في 85 سنة 87 سنة كاي، والدكتور قال له أفضل يعني عرفت، قال له ما عادش تصيم الدكتور. طيب يجاوبك الشيخ بإذن الله تعالى، ان شاء الله تسمع الاجابه الان. زكاة الفطر اقول معلش الشيخ الله في عمره يوضحها، يعني طعام ولا قيمه يعني، ونطول الطعام شكل والقيمه شكل يعني، لو تبي تاخذ كيلوين ونص طعام شوف يمكن تكلف 12 دينار ونص عرفت تفتحها، والدوله ديالتها 7 ونص يعني. نعم اخ عبد الرزاق، الان الشيخ كان يتحدث في الموضوع وقال ان المجزئ الطعام ويجزئ أيضا القيمة، والأفضل هو النظر لمصلحة الفقير أيهما يحتاج أكثر، وأنت اللهم أمين. بارك الله في عمر الشيخ وطال الله في عمرك، ما شاء الله كل سنة طيبين. وإياكم، بارك الله فيكم. طيب شيخنا الأخ عبد الرزاق يقول والده مريض يوم 14 رمضان والدكتور قال له لا تصم، فيسأل عن هذه الأيام الباقية ماذا عليه، خاصة أنه هو يعني يتوقع أن والده لن يستطيع أن يقضي هذه الأيام، قال لي كبر السن والدكتور كذلك أوصى بعدم صيامه. هذا عليه فدية فقط وهي ليست واجبة وإنما هي استحباب، فهذا هو مذهب مالك وهذا مذهب البلد، وقد وجدنا هذا المذهب قبل أن نخلق، يعني ما جبناه إحنا مذهب مالك، وإنما وجدناه نعم في البلد يعني يدين به الناس كلهم كانوا. أنا الشاذ تجد واحد ما غير مالكي. نعم فلذلك لا غرابة ولا شيء في ذلك. طيب إحدى الأخوات تسأل عن كم أذان لصلاة، الأخ محمد يسأل عن كم أذان لصلاة الجمعة، خاصة لأننا نرى اليوم بعض المساجد تكتفي بأذان واحد بعد أن كان المشهور في البلاد بعضها أذانين أو ثلاث. نعم هذا ما قاله صحيح. نعم هو اختلف الناس في ذلك، هي في الأصل بكل أذان واحد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ثم بعد ذلك زاد عثمان بن عفان رضي الله عنه أذانا آخر. رأيت عثمان بن عفان وهو من هو في مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صهره، وكان حريصا على أن يحضر له جميع ما يقول، أحدث أذانا آخر لأنه رأى مصلحة المسلمين في ذلك، بعث أحدا إلى السوق يؤذن هذا الأذان الأول.
الأذان اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يؤذن به عند صعود الإمام المنبر. ثم زاد بعض العلماء الحكام، لأن الحكام كانوا علماء، زادوا حكام بني أمية زادوا أذانا آخر، أصبح بعض العلماء يقتدون بهم فأصبحت ثلاث أذانات. وبل بعضهم حتى الأذان الأخير وهو الأذان الذي يقيعه المؤذن والإمام على المنبر يؤذن ثلاث مرات. نعم كل ذلك جائز، بل أحيانا يؤذنون تعاقبا وأحيانا في نفس الوقت يرفعون الأذان. نعم ولا شيء في ذلك، كل ذلك جائز. نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم، وكل عام وأنتم بخير وجزاكم الله خيرا وأطال الله عمركم في طاعة إن شاء الله. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقي في مواسم رمضانية أخرى إن شاء الله، أو مواسم أخرى قبل رمضان بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.